الخير من جريده النهار ومن الشيف شحني. اليوم وصفه من البحرين، اكله بتطوش بتعقد، رح تشوفوا كيف عم نحضرها. بتنعمل من السمك، بتنعمل من الجيش، بتنعمل من اللحم. اليوم الشيف شادي صحيح رح تشوفوا قدامكم مجبوس السمك، بس انا رح اعمل اليوم بالشريمس. شو بنعمل اول شيء؟ بنجيب القيصات بيكونوا حلوين، بنجي بدنا نسلقهم، المي دائما بدنا نطعمها، رح تشوفوا كمان قدامكم مكتوب كمان من القرنفل، من الخرنجان، من كمان اللومي، من القرفه، من حب الهيل، من القرنفل. غليت المي مع شويه ملح، بننزل القيصات تبعولنا، بعدين شي 3 4 دقائق بنشيلهم بنحطهم بالمي البارده، بنقشرهم وبيصيروا ايامهم جاهزين. الرزات اللي انا عندي البسمتي رح كمان حط عليهم انا نتفه صغيره من الكاري، نتفه صغيره من القرفه، واجي اخلطهم مع بعضهم بهالطريقه. Y sonó el tambor llamando al bembe. Corren los mulatos. ¿Qué pasa, caballero? Tras la negra Inés. Y sonó el tambor llamando al bembe. Esa negra tiene sabor y melao, fuego en sus caderas, tremendo tumbao. Corre que ya llegó, rumba de mulatos. Corre que ya llegó, rumba de mulatos. اكيد تعلمتوها، بس تأكدوا رح كون انا الاول عم دوقها. لقائي معكم الاسبوع المقبل بحلقة بعد اجمل من اليوم. عملوا المجبوس. باي.